مباحثات جدة التي جرت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع برعاية سعودية أمريكية نجحت في دفع الطرفين إلى الموافقة على وقف لإطلاق النار لمدة 7 أيام وإيصال وتوزيع المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات بالإضافة إلى سحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأساسية. كذلك وصلت إلى تسهيل المرور الآمن لمقدمي المساعدات الإنسانية والسلع. هذا أكد الطرفان التزامهما بعدم السعي وراء أي مكاسب عسكرية قبل بدء الهدنة. وكانت الخارجية السعودية أشارت إلى أن الاتفاق سيخضع لآلية مراقبة مدعومة دولية من قبل المملكة والولايات المتحدة. كل هذه الخطوات من المفترض أن تمهد إلى محادثات لاحقة تشمل المدنيين السودانيين والشركاء الإقليميين والدوليين، ذلك للتوصل لوقف دائم للأعمال العدائية لتفعيل العملية السياسية. على الصعيد المحلي رحب تحالف قوى الحرية والتغيير بالاتفاق داعياً إلى الالتزام الكامل بإعلان مبادئ جدة. أكد الجيش السوداني أنه وقع على اتفاق وقف إطلاق نار قصير الأمد تقدير لجهود الوساطة السعودية الأمريكية وأنه ملتزم به. هذا وأشار إلى أن وقف النار سيدخل حيز التنفيذ مساء الغد وبأنه ينحصر على الجوانب العسكرية والفنية الخاصة بترتيبات وقف إطلاق النار المؤقت وبإجراءات حرية تنقل المدنيين وحمايتهم من العنف والانتهاكات بجانب إخلاء المستشفيات وصيانة مرافق الخدمات دون التطرق لمناقشة أي أوضاع سياسية. الاتفاق ده نحن كشعب سوداني بنعول عليه كثير جدا جدا. أول حاجة إيقاف الحرب بين الطرفين. إيقاف إطلاق النار بين الطرفين ويكون إيقاف لأنه عندنا تجارب سابقة إيقاف النار للأسف اتهزمت. قالوا أي قوة تكون قاعدة في مناطق يعني في الحتات حقتها، فالدعم السريع محتل بيوت ناس. فقعدت في مناطق فيها يعني كميه مهوله من المواطنين ومن السكان، فمفروض يتراجع الكلام ده. يطبق للحياه الانسانيه للمستشفيات دفن الجثث وكذا لازم يطبق. الناس دي تقعد في حته واحده وتتفاوض ويوقفوا ضربها حاجه اسمها الحرب دي يوقفوها، لانه بعد شويه لو ما وقفت الحرب هذه هتكون حرب اهليه. الاتفاق اللي حصل في جده ما اختص بوقف اطلاق النار، نتمنى الاتفاق ده يطبق. يوقف إطلاق النار وقتل المدنيين والخراب اللي حصل، إنه هذه الحرب غدر على اليابس والأخضر، هو أصلاً ما كان الأخضر كان بقى قليل، لكن الآن هذه الحرب غدر عليه. محتاجين لأنه المعونات تصل كما هي للمواطنين، الحياة تسير، المواطن يكون في اطمئنان، يكون في حياة طيبة، يعني يعيش الإنسان في هذا البلد يعني، وهذا الوطن وطن كبير، وطن عريض.
من لندن ينضم إلينا عمران عبد الله حسن، عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دكلو. ومن القاهرة ينضم إلينا كذلك لمناقشة هذه التطورات السودانية الكاتب الصحفي السوداني عمر عوض. أهلا بكما وشكرا على قبول الدعوة. أبدأ من السيد عمران، الهدنة ستبدأ يوم غد على الساعة 10:00، من المفترض أن تشمل آلية رقابة هذه المرة مكونة من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، هم الوسطاء في هذه الهدنة بالتأكيد. ما شكل الرقابة بحسب المعلومات المتوفرة لديك سيد عمران؟ هل ستكون على الأرض أم ستكون جوا أيضا؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. التحية لك ولضيفك ولكل مشاهديك. في البداية نحن نتقدم بالشكر الجزيل للجهود المبذولة من قبل المملكة المتحدة السعودية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وشعوبا وشعبا وكل الدول الإقليمية التي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة الطيبة. نحن من جانبنا يعني صراحة نرحب ترحيب حار بهذه المبادرة ونعمل في أنها تكون بداية وفاتحة خير لأنه تعود الطمأنينة للشعب السوداني. بالنسبة لسؤالك التي تفضلت به، كما نصت الوثيقة الدستورية وربما الاتفاقية وربما كلكم اطلعتم عليها، أن هنالك تكون رقابة، نعم رقابة، وفيها لجان أو عضوية من الدول الممثلة أو الراعية للاتفاقية اللي هم الولايات المتحدة والدولة السعودية وكذلك ممثلين من كل طرف من الطرفين المتقاتلين. نعم، من الطرفين، كل يعني لكل مجموعة 3 عضو، مجمل 12 عضو. إضافة لذلك قد تكون هنالك رقابة كما أشار مراسلك، أن تكون هنالك رقابة بالستلايت أو طريق الأقمار الاصطناعية، وأيضا لابد من أن تكون هنالك رقابة في أرض الواقع، لأن هنالك تكون غرفة متابعة لصيغة، وهنالك غرفة تتلقى الاتصالات والشكاوى إذا كانت تمت أي خروقات، هنالك غرفة يعني على مدار الساعة هي تستقبل كل الشكاوى وتظلمات الشعب. فبالتالي بالضرورة تكون هنالك يعني غرفة، أنا لا أستطيع أن أحدد مكانها بالضبط، لكن اللجنة القائمة بهذا الشأن هي أكيد تحدد المكان والموقع المناسب، ونحن من جانبنا كدعم سريع ملزمين تماما بأن نؤمن نوفر لهم الحماية اللازمة في مناطق سيطرتنا، كما فعلنا ذلك مع بعثات الأمم المتحدة، وكما كنا نفعل طيلة الفترة الفائتة مع المواطنين من تأمين منازلهم وممتلكاتهم، فهذا ديدننا وهذا دأبنا، ونحن نرحب بهم وهم مرحب بهم تماما، وإن شاء الله لا يجدوا مننا إلا الخير. يستطيع الطرفان أن يقدم بلاغات بأي انتهاكات أو خروق في هذه الهدنة؟ في هذه الحالة كيف يمكن التأكد من هذه البلاغات أو صحة ما جاء فيها؟ لا، هنالك رغبة، طبعا هنالك رغبة هي تراقب، إضافة للبلاغات الشخصية قد تكون هناك الأقمار الصناعية هي ممكن تعمل يعني كفر للمنطقة تماما، المنطقة تقطن كلها ممكن تغطيها، إضافة لذلك قد تكون لها آلية، لها ما فقط ال12 نفر قد يكون هم الممثلين، لكن قد تنبثق من هذه اللجنة لجان متعددة ممكن تراقب، وتكون هنالك تصوير، هنالك دوكيومنتري، لابد من أن يكون هنالك آلية دقيقة. أنا لست مطلع بهذه الآلية، لكن هم خلال الأسبوعين أكيد وضعوا كل هذه الخطط في بحيث أن لا يمكن اختراقها ولا يتركوا لها مجال للشك أو في عدم نزاهتها. إذن هذه بعض التفاصيل حول آلية الرقابة، هذا أمر جديد في الهدنة المعلنة من الطرفين، مختلفة عن الهدن السابقة. هنا أنتقل للسيد عمر عوض. عمر، تابعنا دائما هدن أعلنت من الطرفين ولكن خرقت كذلك من الطرفين، ما المختلف هذه المرة؟ المختلف هذه المرة أن معاناة الشعب السوداني وصلت مرحلة بعيدة. السودانيين يعانون بشكل كبير في انتظار أن يسلك طرفي القتال سلوكا يرأف بهؤلاء المواطنين، بأن تصلهم المساعدات الإنسانية، أن تخرج قوات الدعم السريع. صحيح أن الاتفاقية لم تحدد إلى أين، لكن على أقل تقدير أن سمعة قوات الدعم السريع وما لحق بها في كل الفترة الماضية تستوجب عليها أن تقوم بأفعال، على أقل تقدير هذه الأفعال تحسب لها لدى الشعب السوداني عند يوم الحساب.
ماذا أعني؟ هنالك المناطق المتعلقة بالمياه، إذا كانت في مدينة بحري أو إذا كانت مناطق التحكم المتعلقة بالكهرباء، أيضا الخروج من المنازل ومن الأحياء، أيضا هذا قد يشكل نوعا من الالتزام من قوات الدعم السريع. كل الموجودين الذين تحدثت إليهم في الخرطوم أثناء ما كنا موجودين وأثناء ما حضرنا إلى هنا لم يتحدث أحد يوما ما على أن هنالك جنود من الجيش أو أن شكلوا غطاء أو غيره لنهب ممتلكات المواطنين. يجب على قوات الدعم السريع إثبات حسن النوايا. نحن كسودانيين، هل هناك ما يلزم الطرفين؟ نعم، أتحدث. هل هناك بنود هذه المرة مختلفة عن الهدنة السابقة أو الاتفاقات السابقة تلزم الطرفين بالهدنة وبما تتحدث عنه حماية المدنيين؟ نعم، البنود تتحدث عن إخلاء المنازل، تتحدث عن إخلاء المرافق الحيوية، تتحدث عن التشيك بوينت اللي موجودة، الارتكازات اللي موجودة في الشارع، الابتعاد الغدر الكافي من المستشفيات غيره، هذا كله موجود في الاتفاقية. لكن إذا لم تكن هنالك، وأنا هنا أخاطب السيد محمد حمدان وقادته إذا كانوا يسمعوننا في هذا المساء، أن هنالك فرصة موجودة لإثبات حسن نوايا تجاه الشعب السوداني. نحن لا نتحدث عن الجيش ولا نتحدث بالإنابة عن السياسيين ولا غيرهم، ما يهمنا في هذا الأمر هو الشعب السوداني. ونحن نقول أن مهر أن يقبل الشعب السوداني أي حلول تأتي لاحقا يجب أن يتم تقديم نموذج، وهذا النموذج أن يتمثل في إخلاء المنازل الناس، حماية المغرات اللي هم موجودين فيها، إخلاء المرافق الحيوية، التوقف عن مسائل المكاسب أراضي عسكرية جديدة. نعم. قبل دخولي إلى الاستوديو كنت أتحدث مع عائلتي الشخصية في مدينة أم درمان بالقرب من سلاح المهندسين، حاولت مجاميع من قوات الدعم السريع على حسب روايتهم التقدم نحو سلاح المهندسين، رد عليهم قوات الشعب المسلحة، انسحبوا إلى المناطق المتعلقة بمدينة أم بدة وغيره في الطرق الداخلية وداخل الأحياء، وهنالك حريق يتم لأقساب الشرطة، هنالك تصاعد في الأرقام التي أوردتها صديقتنا سليمة من وحدة مكافحة الأسرة والطفل، أن الاقتصابات من الذين تم التبليغ على أنهم يرتدون زي الدعم السريع الآن تجاوزت 10. هذا دمج كبير في الشخصية السودانية، وحتى إذا كان الدعم السريع ينتظر مستقبلا إذا لم يقدم نموذجا في هذه الفترة، أعتقد أنه سيكون هنالك سيكون فقد الفرصة تماما. ربما تنجح كدعم سريع في أنك تحصل على نقاط عسكرية، تفوز في نقطة معينة، لكن إذا خرجت من قلوب وعقول الشعب السوداني من الضرورة بمكان أنك يا محمد حمدان أو غيره من الموجودين كمستشارين أو غيره أنكم لن تستطيعوا أن تحكموا السودان. أنا أنقل هذه النقاط عمار، أنا أنقلها للسيد عمران الآن. إذن إثباتات على حسن نوايا مطالبون بها كدعم سريع الآن، تحدث عنها السيد عمار وتحدث عن الكثير من النقاط التي تندرج في هذه الإثباتات. بداية، هل ستخرج قوات الدعم السريع من كل المنشآت والمنازل التي وصلت إليها أو دخلت إليها في فترة الاقتتال السابقة؟ طيب، شكرا لك. أنا داير أكد بعض الأشياء قبل ما أرجع لسؤالك. لابد من أن الشعب السوداني الآن يستمعني ويتابع، لابد أن يعرف هذه الحقائق، أن قوات الدعم السريع الآن هي مستهدفة من فلول النظام السابق الذين يمتلكون الكاكي الذي يمتلكه قوات الشعب قوات الدعم السريع. نعم. يمتلكون الزي، وهم الذين يسعون تماما لتشويه سمعة قواتنا من محاولات السرقات، الاقتصابات، كل الجرائم التي يفعلونها هي تحسب لنا. نحن الآن لسنا بهاي، نحن الآن كل الحالات بالطيران. كل الحالات غير دقيقة وغير صحيحة ومحض افتراءات. هل يعقل بالمنطق أنت الطيران يداهمك ليل نهار، أنت لك زمن عشان تغتصب وتسرق؟ هذا لا يصدقه العقل. لكن أنا ما أعرف ليش الشعب السوداني هو الآن شغال بالعاطفة، لا لما لا يعمل العقل.
الأقل يقول أن النظام السابق هو الذي فعل ذلك مرارا وتكرارا حتى قبل ظهور قوات الدعم السريع في الساحة. هذا هو ديدنه وهذا هذه أفعاله. فبالتالي حتى الحرائق، السرقات، كل الممارسات السيئة التي تحسب لنا هي نحن بريئين منها، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. الخروج من المنازل، الخروج من المنشآت، هذه كانت نقاط مثبتة على الأقل. أنتم وصلتم أو قوات الدعم السريع بالفعل وصلت إلى الكثير من النقاط المدنية، وهي مطالبة بأن تخرج منها حماية للمدنيين. حتى في هذا الاتفاق هي مطالبة بالخروج منها. متى ستبدأ بإخلائها؟ نحن كما أسلفت لك، نحن مرحبين بهذه المبادرة الطيبة، ونحن أكثر من نادى بها. نحن أبدينا حسن النوايا. الشيء الأهم من كده، أنا دار أكد لك سيدتي الفاضلة أن قواتنا الآن هي موجودة في مرتكزات. المرتكزات هذه ليست منازل الناس، هي قد تكون في الظلط يعني مربط طرق لمراقبة من يدخل من يخرج. أما حتى المستشفيات، نحن لا نوجد في المستشفيات، لا نوجد مراكز الكهرباء، بل وجودنا كتأمين. فبالتالي كل الذي يقال، نحن الآن من جانبنا عشان أطمنك أكثر وأطمن الشعب السوداني، تم تكوين لجان مراقبة الآن بدأت في تبشير بالاتفاقية وتنزيلها لأرض الواقع، تبصير الجنود بها، تبصير كل الشعب بها. الآن نحن ملتزمين بها التزاما تاما. الجهة الثانية والشق أهم من كده، لأن الناس أصبحت لا تصدق، لا تستطيع أن تفرق. كثرة الإشاعات والأكاذيب حتى لا يستطيع الفرد أن يصدق من الصادق من الكاذب. نحن صادقون وربنا ما يسألنا عما نقول. الدليل القاطع أن هنالك بحمد الله وتوفيق هنالك رقابة دولية من كل الأطراف محايدين تكون معنا في أرض الميدان، ونحن مسؤولين بحمايتها. هي الذي تؤكد للشعب السوداني مدى حسن النوايا. ونحن ننتظر هذه الإثباتات على حسن النوايا، أو هكذا أشار إليها سيد عمار. إذن تعرفون كل التقارير السابقة التي تتحدث عن انتهاكات وعن استغلال المنازل والمنشآت المدنية. عمار، تعليق سريع حول هذه المسألة قبل أن ننتقل معك إلى نقطة أخرى ومن بنود الاتفاق الأخرى. والله إنه من الصعب جدا إنه العقل يتقبل ما يقوله الأخ عمران من الدعم السريع فيما يتعلق به أن هذه الأمور تقوم بها الفلول وغيرهم. أعتقد إنه هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها السودانيين الحقيقة بأن الذين يدخلون في بيوت الناس لا يمكن إنه لا نريد أن نقول أن هنالك سمت معين لغيره، لكن كل الذين لا يمكن، العقل الجمعي للسودانيين لا يمكن أن يكذب. العقل الجمعي للسودانيين كله يقول أن هذه الممارسات تقوم بها قوات الدعم السريع، أنهم هم الذين يدخلون للناس في منازلهم. أنا أقول لك، أهلي الموجودين في منطقة المهندسين اليوم، كل العربات التي بتستخدمها قوات الدعم السريع هي عربات مدنية، هي عربات مسروقة من مواطنين. أين تسنى لهم هذه العربات؟ إذا كانت عربات توسان، أو إذا كانت عربات نصف نقل أو غيره، هذه هي عربات للمواطنين. لذلك أنا أقول ما زالت هنالك فرصة، هذه الفرصة تكمن في إثبات حسن النوايا، وأيضا اختبار للسيد محمد حمدان ومستشارينه وضيفك الكريم والمجتمع الدولي وغيره. هو اختبار لطرفين عمار في مسألة التزام بالقوات بنود هذا الاتفاق. ودعني أنتقل معك إلى نقطة أخرى نستفيد من هذا الوقت مخصص المقابلة في المرور على كل النقاط الأساسية في هذا الاتفاق، اتفاق هدنة قصير الأمد. من المفترض كذلك بأن الوضع سيبقى على ما هو عليه، لن تتقدم أي قوات لا تابعة للجيش ولا قوات الدعم السريع طوال فترة هذه الهدنة، لن تقوم بأي تحشيدات، تعزيزات أو انتقال إلى مناطق أخرى. إلى أي حد هذه النقطة مهمة عمار، ومختلفة كذلك عن الهدنة السابقة؟ دائما كانت هذه النقطة الخلافية، حتى تذكر معي بأن الهدنة الأولى التي أعلنت أمريكيا فشلت بسبب هذا البند. نعم، مسألة الرقابة لديها شقين عزيزتي سارة. هنالك رقابة تتعلق بالمسألة بانسياب المساعدات الإنسانية، وأن لا تتعرض لهجمات من أي طرف من الأطراف، وأن تصل هذه المساعدات لمستحقينها بما في ذلك قوات الدعم السريع نفسها أو قوات الجيش السوداني أو المواطنين الذين سيستفيدوا من الخدمات ومن غيره. في هذا الشق أنا أعتقد أن ربما تكون هنالك نجاحات كبيرة.
في الرغابة على مسائل إيصال المساعدات الإنسانية وغيره. لكن الرغابة هنالك شق آخر اللي متعلق بالعمليات العسكرية، عدم التحرك لاكتساب مناطق جديدة، الرغابة في إنه عدم الانتشار، الرغابة والتحقق من الخروج من المرافق الحيوية بما في ذلك المواطنين أو غيره. آلية الرغابة التي يمكن أن تتحقق من ذلك ربما سيكون فيها بعض لا أقول الخلل، لكن ستكون قابلة لأن يتم تحسينها في المستقبل. آخذين في الاعتبار أن ما يتعلق بالجيش السوداني، الجيش السوداني ما يحمد له في كل الوسائل الإعلام والذين نتحدث إليهم كمراقبين وغيره أنه يتعامل بشكل احترافي، أي أنه يتعامل بشكل مهني. إذا قال أنه سيوقف الضربات الجوية وسيوقف المسائل المتعلقة بالمدفعية، طبعا حركة المشاة غير مشمولة في هذا الاتفاق المتعلق بوقف إطلاق النار. إذا كان هنالك التزام أو سلوك من قوات الدعم السريع يستوجب أن يتعامل الجيش باحترافية ومهنية بعدم تحريك مجاميع أو محاولة لاكتساب أراضي أو عدم الخروج أو عملية بتاع التعبية وموبلايزيشن تجيب ناس من برا تدخلهم لمناطق القتال، أعتقد هنا سيكون في فروقات. لكن بالمجمل نحن كمراقبين لصيقين بهذه العملية نعتقد أن الفرصة القادمة لهذه الهدنة هي ليست فقط لإنغاز حياة المواطنين، هي فرصة لإنقاذ الدعم السريع نفسه وفرصة لإنقاذ الجيش السوداني نفسه من أن هذه الدولة إذا خرج الصراع من أيدي هؤلاء الأطراف، وشهدنا ذلك كثيرا في ساحل العاج، في جمهورية الكونغو، في دول كثيرة يبدأ الصراع قائدين عسكريين لكن في منتصف الطريق يكون هنالك شخصيات أخرى يظهر قادة آخرين، ربما اقتتال وحرب أهلية. يجب وهذا انتقل بالفعل لمسألة التحشيد القبلي في مناطق أخرى. سؤالي الأخير لسيد عمران، حقيقة صاحبنا نتحدث عن مرحلة تتعلق بهدنة وباتفاقات حول وضع إنساني ما لحماية المدنيين ولضمان أمنهم الآن، ولكن هل يمكن لاحقا في المستقبل المنظور الحديث عن المسار القادم، المسار السياسي، من المبكر الحديث عن هذا المسار؟ طيب قبل أن أتحدث عن المسار، أنا لدي تعليق حول ما تفضل به ضيفك. نعم. عن أن هنالك سيارات ملكية يستخدمها قوات الدعم السريع أو من يرتدون كاك الدعم السريع، فهذه النقطة جوهرية وأنا أريد أن أركز فيها وأتمنى أن الشعب السوداني كله يركز معي تماما. نحن الآن قادمين على هدنة تبدأ يوم غد، وربما هي التي نحس أنها جادة ومن أهم الهدن، ونحن بالنسبة لنا هي يعني هذه العصا أو هذه الطلقة الأخيرة والممكن أو صف النجاح بالنسبة للمواطن السوداني. إن فشلت فبالتالي قد تكون ذهبت كل طموح الشعب السوداني وأماله أدراج الرياح، فبالتالي نحن ملتزمين ومتمسكين بها أيما تمسك. لكن تخوفنا، اسمعي لي، لكن هذه تخوفنا أن هنالك جهات تمتلك هذه الكاكي، وما أكده ضيفك الآن أن هنالك بعض الأفراد يركبون في السيارات الملكية ويلبسون كاكي الدعم السريع ويمتلكون السلاح. هذا ما نتخوف منه، هؤلاء هم أجهزة النظام سابق وفلوله، هم الذين يشوهون هذه، ويمكن أن يخترقوا هذه الهدن لكي تحسب لنا. فبالتالي نحن لا نريد أن نتحدث عن شكل هذه القوات. قوات الدعم السريع معروفة بك. المسألة ليست تتعدى، المسألة يا عمران لا تتعدى، يا عمران لا نكذب على الشعب السوداني، يا صديقي لا نكذب على الشعب السوداني. المواطنين دائما ما يقولون الحقيقة. المسألة لا تتعلق فقط بأن ترتدي زي معين وتقول أن هذا الزي اللي هنالك صفات عامة لمقاتل الدعم السريع لا نريد أن نخوض فيها حتى لا نقسم المقسم. يا صديقي معروفة يا أخي السريع. يجب أن لا ننكر ذلك. معلش تقطعني، معلش، هذا ما تراه أنت وما تحسه، هذا تجاهك أنت ونظرتك للأشياء. نحن أنا أتكلم لك من جهة واقعية، وهذه الجهة التي أنتمي لها وعارفها جيدا. نحن نحكي عن حقائق وليس عن خيالات. الآن هنالك جهات ترتدي هذا الكاكي، ونحن الآن عندما نتحدث نريد أن نحمل الرقابة هذه المسؤولية، أن تكون مراقبة هنالك دقيقة. حتى السيد القائد محمد حمدان
أكد ذلك مرارا وتكرارا، وأن هنا إذا كان هنالك أي شخص من أفراد الدعم السريع خالف أي مخالفة يجب محاسبته ميدانيا. السيد عمران عذرني هنا، نحن لسنا مسؤولون، نحن لسنا مسؤولون عن أي إنسان يبتدي كدعم سريع يركب عربية ملكية. هذه نقطة خلافية فعلا سيد عمران، ولكن عذرني، ولكن السيد عمار خرج منذ أيام قليلة فقط من السودان، هو كان في الخرطوم حين بدأت الاشتباكات، وأنت الآن في بريطانيا. لا تعتقد بأن ربما المشهد أقرب للسودانيين ومن كانوا في الخرطوم منذ فترة قريبة؟ سيدة الفاضل، العالم أصبح قرية. أنا ممكن الآن ألم بما حولك أكثر منك أنت، لا ليس كما كان قبل قرون. الآن أنا في بريطانيا أعرف أكثر من أسرتي في السودان، فهذا ليس مقياس سيدة الفاضلة. نحن على اتصال دائم، قواتنا في الميدان مع أخواننا السياسيين، نحن على مدار ساعة تواصل على اجتماعات دائمة، فنعلم كل ما يدور هنالك بالصورة والصوت. أرسل لك مقاطع فيديو يا عمران، يمكن أن أرسل لك مقاطع فيديو عن مكان سكني أنا وأسرتي والذين حولي، وحتى يمكن أن أرسلها لقناة العربية إذا كانوا يريدون ذلك، حول سكني، حول وجود هذه السيارات، ويمكن أن تخرج وتقول هؤلاء دعم سريع أو غير دعم سريع. شكرا على العموم. نريد أن نخدع الشعب السوداني، نحن نريد. سيد عمار، سيد عمران، الوقت المخصص المقابل انتهى، ولكن دائما نعتمد على الشهادات من الأرض. الشهادات سيد عمران هي دائما الأكثر موثوقية، ولكن على العموم شكرا، شكرا جزيلا لكم. دائما النقاش جدلي والنقاش كبير حول هذه النقطة تحديدا، مسألة الانتهاكات والخروق في الهدن. من لندن كنت معنا عمران عبد الله حسن، عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، وكان معنا من القاهرة العاصمة المصرية الكاتب الصحفي السوداني عمر عوض. شكرا جزيلا لكم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب، وتفعيل جرس التنبيهات.